يقول الإمام علي كرم الله وجهه: إن أعقل الناس أعذرهم للناس. القصة اللي رح نشوفها الآن هي من لبنان، قصة هيك شجار عائلي، خلاف بين الأولاد، رح منتابع تفاصيلها. ولكن أولا نستقبل صاحبة الدعوة رندا زين الدين. أهلا أهلا ست رندا، كيفك؟ تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. مرسي، الله يخليك. هيك مترددي شوي جاي على مهلك؟ لا، أنا كلاس شوي بكل تواضع. حلو حلو التواضع، أنا كلاس ومتواضع. يا أهلا وسهلا فيك. على كل حال نحن أنا بشكرك على ثقتك وبشكرك على يعني هالمبادرة اللي أنت فيها، مش بس تجاه البرنامج بس أيضا تجاه هنادي. في قصة أنت وهنادي بدي أخبرها للمشاهدين. رندا وهنادي تربطهم علاقة صداقة حميمة جدا، وعلاقة عائلية أيضا، لأنه هنادي تصغرها لرندا بسبع سنوات، وهنادي بتكون بنت أخت زوجة لرندا. أسرار بين بعضهم، ستات بيقعدوا بيحكوا. كمان هنادي متزوجة مطلقة. بعد فترة من العلاقة الطويلة بين رندا وبين رندا وهنادي بتنفصل عن زوجة رندا، ولكن علاقتها مع هنادي تستمر قوية مثل ما كانت. بيتبادلوا الزيارات، جيران حد بعضهم بنفس القرية بلبنان. ذات يوم كانت هنادي بزيارة عند رندا، عند أهلها لهنادي، حد بيتي. حد بيتك؟ ايه. كانوا كنتوا مع بعض، نحن ضيعان كلهم، بصير في دوشي بالخارج وعياط وصريخ، اولاد عم بيلعبوا. شوي بتطلع صرخه، بفوت ابنها لرندا واجره مجروحه، ما هيك؟ شو صار؟ اللي صار انه بنت هنادي بعدته على الدكانه، ووقع هو وجاي من الدكانه، فبيشوفوا بيو وهو مدلله كثير، بيزعل لانه نازل دم ومجروح منيح يعني، وبيشوفوا خيه هو وقع، ما حدا ضربه. لا لا. وشو دخل زينب؟ لانه لا طلع لا. ابنك ضربها لزينب. ايه. شو السبب؟ زعل على خيه انه ما تبعتيه على الدكانه. ولد قديش عمره؟ يعني الضرب قديش عمره؟ والكبير قديش عمره؟ الكبير الصغير اللي راح عمره كان شي 9.5، والكبير 13.5 14 تقريبا. اخذ على خاطره انه خيه مجروح، طلع ما منه عارف شو فيه، انه هو طلع معصب، انه زينب ضربته، انه عصب وليش عملتي هيك وما بعرف شو. بتجاوبه هي شوي بحدية. ايه. وبتعرف الشاب ما بيبقى الولد الصبي يعني، غير البنت، البنت نعومة يعني، البنت نعومة والصبي بيبقى زفر وكبير. فما بعرف هيك لكاشا وقعت على الأرض، وقعت على الأرض كمان، وقع سقط الحجاب، سقط الحجاب. طلعت هنادي لبرا، شافت المشهد، الليل والصبح طار عقلها هنادي، شافت بنتها بالأرض والحجاب سقط عن راسها. ما تمالكت أعصابها، يبدو أنه منقولة باللغة العربية شربحت، منقولها باللبناني شربحت، أنه حكيت البلد تحكي، شتمت كل الحي، شتمت الجميع، ورندا وزوجها وولاد رندا وإلى آخره، أبعت معها وأخذت بنتها ومشيت. من وقتها صار في قطيعة. هي قديش عمرها القطيعة؟ شي سنة وشوي. هي عادت اتصل بعد ما راجعت نفسها، عادت اتصلت فيي ويعني عم حكيتيها؟ كلمتيها؟ كلمتها بس كنت ناشفه شوي، انه انا انزعجت من الجو، انه هي انه بعد 19 سنه مفترض اقل شيء انه يصير في بيني وبينها خلاف اولاد يعني. ايه، انه تعي مثلا، انه اوكي ابنك ضرب بنتي، بتقول لي بفسخوا 100 سقف بس يعني. انا فهمت انك انت انبتي لابنك. أنا أنبته كتير، أنبته بدون معرفتها هي. بس كل هالفترة العلاقة مقطوعة. ايه. نعم. هي ما عادت حاولت تحكيكي. هي مرة بعتقد كنت طالعة أنا صوب حدبة أهلها، يعني عم بمشي على الطريق صوبة أهلها، بتصور رمت علي وقت قالت لي مرحبا أو بونجور أو شيء، أنا ما انتبهت، فاعتبرت هي إنه أنا ما بدي رد عليها. وصار في كمان ناس تاخذ اخبار وتجيب اخبار يعني، تعرف المحبين كثار وسعوا الفجوه. فجوه. ايه.
انت هلا رجعتي بصحوه، ما بدي اقول صحوه الضمير ولكن بشوق الى هنادي. حبيتي انه خلاص تقلبي على الصفحه. انا مستقيت لها من زمان يعني، واخترتي انه يكون هالبرنامج هيدا هو الوسيله. صح، انا بشكرك. ميرسي الله. نحن من جهتنا، انا من جهتي بعت الدعوه لهنادي الى بريتيل، راح ساعي البريد سلمها الدعوه، بدنا نشوف اذا كان قبلتها نطلع سوا هالشاشه. شوي بعيد رح نطلع على البقاع بمنطقة اسمها بريتيل لحتى نقابل هنادي مظلوم. جورج، نحن هلا وصلنا على بلدة بريتيل حد بيت هنادي مظلوم. حضرتك ست هنادي مظلوم؟ اي نعم. انت ربيتي اولادك بلا مسانده من حدا؟ ايه مظبوط. بتقبلي دعوه من استاذ جورج قداحي؟ اكيد بقبل. تفضلي. انا قبلت دعوه الاستاذ. اهلا بهنادي. اهلا وسهلا. كيفك هنادي؟ تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. متردده مش عارفه وين رايحه، شو جايبك على الاستديو لهون؟ جاي لعندك ولو استاذ معقول يعني. اهلا وسهلا فيكي، بتشكرك على قبولك الدعوه من دون ما تعرفي شو في وراها هالدعوه. انا اللي بتشكركم، وكنت احلم اني اشوفك. تسلمي والله. على كل حال، شو عم تعملي بالحياه؟ عم بربي طفلين، عندي ولدين. نعم، الله يخليهم. بتشتغلي شيء؟ لا لا ما بشتغل. وديش ديش عمرهم اولادك؟ 16 و15. بنتي 16، ابني 15. بنته صبي. شو اسمها بنتي؟ زينب. اسم الله، الله يخلي لك. موجوده معي، جبتها معي. اجت معي يعني زينب. ما بتركها وما بتتركني اصلا يعني. ايه الله يخليك. يعني جيت على مصر جبتها معي يعني. ايه قولي لي شغله، هيك انت ما شكيتي ليش داعيينك، ليش جورج قرداحي دعاكي على استوديو بمصر؟ هلا بصراحه في اكيد طبعا شكيت يعني، في هلا في توتر عندي، في عندي خوف. اكيد. شو اعتقدتي مثلا ممكن يكون؟ وقت جاني الاتصال وقالوا لي انه الاستاذ جورج انه دعيك، صراحه ما صدقت يعني. من فرحتي انه ما صدقت يعني، فكرت حدا عم يعمل مقلب فيا او شيء. صرت اقول لها لهنادي، مع انه بتسلم عليك، طلبت مني انه اقول لها انه بتسلم عليك كثير السلامات هنادي عيسى. نعم. صرت اقول لك انا عم بحلم، تعي قرصيني او بحقرص حالي لشوف مظبوط. يعني من فرحتي انه انت استاذ مشهور وكبير وكل الناس بتحبك، حبيب الملايين كلها يعني. بس انا يعني بتامل انه ما خيب لك املك يعني. هو هو ظنيتي انه بكون في مسابقات او شيء ولا هلا بالبدايه هيك؟ ايه. بس بعدين صرت غير اسال، بدي اعرف شو البرنامج، قالوا لي بكون مسامح. طب ما بعرف يعني. ايه. ما شكت، ماني شاكه باي شيء يعني. يعني هو الحقيقة بهالبرنامج أنا مني إلا وسيط يعني. أنا في ناس هني بيلجأوا لنا، ونحن بناخذ المبادرة بدعوة الأشخاص الآخرين اللي هني بيحبوا يشوفوهم وبيحبوا يحكوهم. بقى معقول تكوني شاكي بحدا دعاكي أنت؟ صراحة لا، ما مش شاكي بحدا، عندي خلاف مع حدا؟ ما بعرف شو أخبار زوجك، شو أخبار كيف حياتكم؟ شكي بحدا؟ لا هلا بالنسبة لزوجي أو الأولاد أو بيهم أو ربهم، لا لا أبدا. لأنه أنت منفصلة عن زوجي ما هي؟ من 12 سنة يعني. من 12 سنة يعني الأصغر. ايه. يعني ما بعرف عنه أي شيء يعني. اها. ما بيعرف، ما حتى الأولاد ما بيعرفوه يعني، ما شنو. بعده عايش بنفس الضيعة؟ هو؟ لا هو منطقة ضيعة تانية. هو ضيعة تانية، من منطقة تانية. يا ستي بدك تعرفي مين دعاكي أكيد. أكيد هل حدا دعيني يعني؟ لذلك بدي منك تطلعي بهالشاشة
وتشوفي. طيب روحي لعندي عمرو. تروح لعندك ايه؟ اجي لعندي عمرو. ايه معك؟ كيف بدها تعذبك على مصر؟ لا مش نشوفك، تعرف عليك. كيف بدها تجيبك على مصر؟ تأثرتي بس شفتيها. تأثرتي بس شفتيها. بتحبيها؟ ليكي هيدي رندا هي اللي وجهت الدعوة. هلا هي حبيبة قلبي من 20 سنة، بس لكم سنة ونص ما بتشوفوا بعض ولا بتحكوا مع بعض. كان عمري 14 سنة كنت عندها، يعني اكل واشرب ونام. انت بتكوني بوجعي هي تحس ايه، يعني كانت هي صديقتي ورفيقتي يمكن اكثر ما تكون مرت خالي. ايه يعني حتى اذا بتختلف هي وخالي لا انا بوقف من يمها ومصلي، لان هي صديقتي. هي حبيبتي وصديقتي ورفيقتي يعني. بعثت لك رسالة، بدا سمعك إياها الرسالة. يعني بدا عشر دقايق بتكون عندي في البيت. بس هلا صار في إنه طيب يعني صار في شغلة هي ما بتستاهل. نحن وظيفتنا بهالبرنامج إنه هيك لما يكونوا الناس حتى لو كانوا قراب من بعض والباب بالباب وما عم بيحكوا مع بعض، نحن نقرب المسافة أكثر بيناتهم. هذه وظيفتنا. بدك تسمعي الرسالة؟ شعر بتبكي؟ بتبكي يعني. تنشوف هاتي لنشوف نقراها على 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 الجالس. صديقتي الحبيبة هنادي، افتقدتك كثيرا وافتقدت جلساتنا معا وذكرياتنا الحلوة التي لا يشاركنا فيها أحد. لقد مر أكثر من عام ونحن متخاصمتان بسبب لعب العيال. ونحن متخاصمتين كتبتها هي. وكان كل شيء يمكن أن يمر بهدوء لولا الكلام النابي الذي صدر عنك. لا أعرف كيف طوعك قلبك لتقاطعيني بهذا الشكل وأنا لم أجرح خاطرك بشيء. وإذا كان أولادنا قد ارتكبوا خطأ فقد عاقبتهم وأنبتهم، وابني لم يخلع حجاب زينب كما ظننت، بل كان يساعدها على النهوض لا أكثر ولا أقل. أنا جئت اليوم إلى البرنامج المسامح كريم لأدعوك كي نبدأ صفحة جديدة، فأنت غالية على قلبي أمس واليوم وغدا. دعينا نثبت أن ما بيننا أكبر من أي خلاف، والمسامح كريم. هلأ شو مكبرتها هي؟ معزمتها؟ أم علي ست الكل يعني، زي حبيبة قلبي وصديقتي ورفيقتي طيب بس ليش هالجفا؟ هلا اي شخص يحط نفسه مكاني، اوكي انا بنتي صبيه، هلا صار في سوء تفاهم مش لا، يعني لما انا اسمع صوت بنتي عم تصرخ كثير. انت ما قصرتي فيهم، نشرتي بريطانيه السيل والضيعه لا 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 مش بنفس الدرجه يعني. يعني قال انا اللي كلام نبي يعني. انا جاي كنت سمعت بنتي عم تصرخ بالدار عند اهلي عم تصرخ. ابن جيراننا بيقول لي انه بهاء عم يضرب بنتك. هلا لحتى لو وصلت لعند بنتي شو شفت انا بنتي؟ شفت بنتي على الارض. هلا هو التاري كان عم يساعدها عشان لحى الحجاب، عم يساعدها عم وقع الحجاب منها. هلا وقت انا اللي شفت هيك انه اوكي خلينا نعتبر انا، طب ابنها ما بمون عليه؟ بمون عليه. وبكونه هو ابنها من جيل بنتي. في بس شهرين بيناتهم، بس بالجتي وبالطول وبين اكبر، بين عمره 20 سنة. هلا وقت شفت انا بنتي هيك طفلة وكذا وقعني على الارض هلا قد ما كان شوري صعبت عليك، يمكن انا تحديت الدنيا كلها ومتحدية الكون كرمال اولادي وكرمال بنتي. يعني يمكن انا اللي مر الشيء اللي مر علي هي ادرى فيه وبتعرف العذاب والايام اللي انا اللي مريت فيها بس كرمال بنتي. هلا وقت شفت هيك بنتي هلا عيطت ولا شيء، اخذت بنتي ودورت سيارتي نزلت على البيت وقمت بدق لها تليفون. هلا انا عم بدق لها تليفون بدي اشرح لها شو صار، يعني بدي احكي لها. هل هي مثلا اوكي ببيتها كانت ما شافت اي شيء، ما كثير يعني تجاوبت معي، وما انا ما عم بقول لها لا تضرب ابنها اكيد ما بقبل، بس عم بحكي لها عم اوضح لها شو صار. ما كثير هيك يعني عملتني انه جفا شوي انه عادي، يمكن يعني بساعه الساعه كي بعده ابنها كمان فايت وعم يحكي لها، يمكن سمعت صوتي بيوت قريبه لبعض. ثاني يوم مدري بعد بيومين راح لعند اهلي بلتقي فيها برمي عليها وقت هلا ما ردت، شي مرتين انا برمي عليها وقت ما بترد، يمكن الظاهر تكون هي مش منتبهت لي. ايه هلا صار في دخل يعني بتعرف بس يكونوا اثنين بحبوا بعض متفقين
الا ما بينطروهم لحتى شوي جيران وكذا. هلا صار يوصلني انا حكي، ما بعرف هي شو اذا يوصلها ولا ما يوصلها، بس انا صار يوصلني لالي حكي. قمت خلص قالت ما بدي، انا ناطره يمكن المبادره منها وهي ناطره المبادره من عنده، وبعرف انا هي بتحبني كثير وانا كثير بحبها وعنديها بالدنيا. منيح اللي فيها البرنامج، بس منيح فيها استاذ جورج رباحي، منيح اللي كل وحده ناطره. الله يخلينا اياك، تاج راسنا انت استاذ جورج، عن جد تاج راسنا. اهلا يعني وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم. يلا خلينا نشوف، خلينا نشوف القصه، يعني ما بتستاهل بيناتنا قصة فكرناها كتير كبيرة طلعت سهلة، بس قلتكن هينة جدا. يا ست رندا قولي لها شي كلمتين هيك على قدام هالناس، قدام أهل بريتيل على القليلة. هلا ست رندا معنا موجودة، ست رندا هي بالجانب الآخر، انت شفتيها كاميرا اخذتها يا حاب الجانب الآخر، يعني فيها الحاجز بينك وبينها. طيب تعي أمي لعندي. إذا مستعجلين قولي المسامح كريم تنفتح لك هالستار. يلا أكيد المسامح كريم، يعني أنا أصلا بتشكرك. طيب أنا بدي رندا تقول لك ليش ما عادت حكيت معك، بعدين نفتح الستار. لا ما حكيتي معي. لما رميت علي وقت، عم تقولي رميت علي وقت، ما انتبهت، ما ابدا، لو اني سمعتك كنت سلمت عليك اكيد، وكنا عملنا كان مش الحال، بس ما انتبهت يمكن مره او مرتين ما بعرف. ومثل ما قلت العالم دخلت بيناتنا كثير. انت بتعرفي انه كثير ناس كانوا حسدتنا صداقتنا وما بدهم ايانا نكون مبسوطين وما بدهم ايانا نكون مع بعض، فاشتغلوا فينا. يمكن نحن محقوقين، ما كان لازم نصدق، ما كان لازم نكون كنا نكبر عقلنا. على كل حال انا بقدر موقفك، لو الشغله بالعكس صايره، يعني لو انا ابني اللي بنت وابنك اللي صبي وصاير هالشيء، طبعا البنت ناعمه ورقيقه ولازم تتعامل بلطافه، اكيد انا ما بقبل. بس بتعرفي انه هني بالنهايه اولاد يعني، والشاب اول طلعته غشيم وهيك طلع معه، مع انه هو كثير بحبها لزينب، وبتعرفي انت هالشيء. هلا صار سوء تفاهم وبدنا نمحي الماضي، وانا اشتقت لي قناصة. لو مش قناصة لو مش تأتي اللي بتجي لعندي يعني إيه، أنه أنا ما بروح لها، ما رحت لعندك، أنت بتعرف يعني مثلا ما أنت أصغر منها كده تروح لعندك. لا ما هي مربيتني. ما هي لأنه مربيتك بتروحي لعندها. يلا افتحي هالستار، قولي المسامح كريم، ما في خلاف، نفتح الستار، قولي المسامح كريم. المسامح كريم. شفتوا يعني كان بيكفي هيك مبادرة بسيطة لحتى ترجع العلاقة. كيف ما نشوفك؟ كان فيك تعمليها ببريتيل. كيف بدنا نشوفك؟ شوفيني شفتيني هون قدام العلاقة ببريتيل. ببزوركم ببريتيل ان شاء الله. على كل حال شرفتونا، هلا بدكم ترجعوا سوا ان الله راد، موفقين وخلص، ما بدنا نتخانق على شغلات سخيفة. وانتوا قصتكم انتوا صحيح انه ما فيها هالخلاف الكبير والعميق، ولكن مثال على انه الانسان بيضيع وقت لما ما بياخذ الامور شوي هيك بمحبه ببادر. ما منيح لي بدرتي، انا بهنيكي. شكرا يا معلي، شكرا شكرا. انا كثير بتشكركم، شكرا البرنامج. انا من زمان كنت بتمنى انه من سيربح المليون شارك معنا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جوزوني اهلي كمان ب 16 سنه. يلا ان شاء الله بنشوفكم على خير. تفضل تفضل. قصة لطيفة، بدي منكم قصص أكثر من هيك. هلا عم بتشوفوا البرنامج اللي عنده قصص مهمة فيها خلافات جذرية وعميقة جدا، نحن حاضرين إنه صالح بقصص جديدة مع المسامح كريم.